كنت عايزه اقول لك خير؟ معاكي فلوس؟ معايا. عايزه ايه؟ معرفش. شوفي معاكي كام. انت عايزه كام؟ معايا حوالي 600 جنيه كويسين. خدي. ينفع اخده؟ طبعا. عايزه وشها شوارع. يلا دي يا بنت هيه. اوعي يا بنت هيه. اوعي يا بنت هيه. اوعي يا بنت هيه. اوعي يا بنت هيه. انا اصلي بتعلم بصعوبه شويه، مخي تخين، غبيه، معلش ما بفهمش الناس بسرعه، بس يوم ما بفهم ببقى واحده تانيه خالص. وبما ان الفلوس صوتها عالي فمن هنا ورايح يا نجوى، مفيش صوت هيعلى عن صوتي. وضبوها. ادوكي كام يا نجوى؟ خدتي فلوس كتير؟ تستاهل يعني؟ تستاهل تبيعيني وترمينا هنا كده؟ ولا تكونيش عملتي اللي عملتيه ده زكاة عن نفسك؟ اه يا بنت تكوني حبيتي المعدية، بس هو بيني وبينك يتحرك. جيبوا عمران، وزي ما انت قلتي شغلانتك دي شغلانة مزاج، زي شرب القهوة بالظبط. وانت مزاجك عالي قوي. صوتي يا حاجة، عيطي. أنا تفتكري حد هيعبرك ولا يسمع حتى صوتك ويجي ينقذك؟ حرام العسكري اللي واقف بره ده، طلع ظروفه صعبه قوي زينا كده بالظبط. القضيه دي اتقفلت ولا لسه ليها ديون؟ للاسف لا، انت خارجه بكفاله يا بيه. مين دفعها؟ انا اللي دفعتها. شكرا قوي يا استاذ مختار، ان شاء الله بكره فلوسك هتكون عندك. لو سمحت انا عايزه اروح انا شيماء. لا لا انت هباتي عندنا النهارده. مش هينفع اجي عندكم اصلا، انا خارجه من عندكم بقميص النوم، الناس كلها شافتني وانا نازله عندكم كده، كفايه فضايح قوي لحد كده. طب يلا بس نتغدى الاول وبعدين نتكلم في الحكايه دي. استاذ مختار بجد انا بشكرك على كل حاجه عملتها معايا، انا مش عارفه ارد لك جمالك دي ازاي. ولا هترد ولا تعملي اي حاجه. انا عارف ايه اللي في دماغك. بصي يا بنتي، عشان تعملي اللي في دماغك ده وتاخدي حقك لازم تفكري في الخطوه الجايه وتحسبيها كويس قوي، خصوصا بعد ما عرفتي قوة خصمك قد ايه. حضرتك بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن قضيتنا كلنا، مش قضية ليلى لوحدها، قضية أي حد اتظلم وعايز ياخد حقه وعايز ياخده بالقانون، مع إنه عارف ومتأكد إن خصمه له قانون تاني خالص، قانون خاص بيه. يلا يلا على البيت وأحمد هيجي لنا هناك. أنا للأسف مش هعرف أجي معاك وعندي ميعاد مهم. روح أنت اتفضل. طيب يلا.